مين سوق الكماليات النهاردة في مصر؟ فين؟ موجود فين؟ عارف فين؟ طبعاً كتير زي التوفيقية وخلافه. غير التوفيقية فين تاني؟ في مناطق يعني أنت عندك التلاتة التجار الكبار في التوفيقية عندك في حد قعدت معاه على فكرة فندم وعجبه الفكرة جداً. طب أنت بتروح اسمه مين؟ سامي رشاد. سامي رشاد أنت رحت لسامي رشاد وقلت له أنا هعرض وقال لي كويس جداً اشتغل كمان على البيفور ماركت ده هيبقى ممتاز ولفظاً قال لي أنت لو مشيت معاهم ده هيبقى ليك شأن بس كبير بس أنت لو رحت لثلاثة كبار في التوفيقية هياخدوا منك كل حاجة. صدقني أقول لك أنا كنت بشتغل في المجال ده توفيقية لوحدها. لا لا ما نعرفش إيه بقى المجال اللي كنت بشتغل فيه. قطع غير العربيات كنت بشتغل في قطع غير العربيات والكماليات زمان يعني من 30 سنة 35 سنة ده توفيقية لوحدها هياخدوا منك على طول. وفي اسكندرية ساية شتا والنازل في اسكندرية هياخد منك على طول.